يؤكد فشلكم في الوفاء بالتزاماتكم الواردة في البرنامج الحكومي، إذ كيف تعززون ركائز الدولة الاجتماعية وأنتم عاجزون عن إدارة حوار اجتماعي في قطاع اجتماعي وحيد؟ إن سوء تدبيركم لملف التعليم منذ البداية ناتج عن مجهجيتكم غير الموفقة. تركتم الوزير المعني لوحده يدبر الملف إلى أن اصطدم بالحائط. أضعنا الزمن الإصلاحي بإطلاق مشاورات أخرى، لكأن المرجعيات السابقة حول التعليم ومشاورات النموذج التنموي وتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لم تكن موجودة ولم تكن كافية. لم تغمش لكم عين وتداعيات الإضرابات وتبعات مقاطعة الأساتذة لحجرات الدراسة على التلاميذ تتفاقم يوما بعد يوم. ملايين من الأسر المغربية مصير أبنائها ظل معلقا لأسابيع. عن أي بعد اجتماعي تتحدثون؟ وآلاف الأسر المغربية هاجرت كرها من المدرسة العمومية إلى المدرسة إلى التعليم الخصوصي. للأسف لم تباشر الحكومة إلى اليوم تفعيل العديد من المقتضيات التي تضمنها القانون الإطار والتي نجملها في 10 إجراءات. هذا رقم 10 تنتقي معه دائما السيد الرئيس. 10 إجراءات كان مفروض أن السيد وزير التربية والتكوين خلال المشاورات كلها ويمشي نفذها، لأن قانون الإطار فيه مخطط تشريعي متكامل اقتراح سياج نظام الحكومة. لم تستطيعوا التخلص من نزعتكم الليبرالية والنظر إلى أسرة التعليم كشغيلة وطبقة وسطى عليها أن تعاني لوحدها من أجل استمرار الخدمة العمومية المرتبطة بالتعليم. ليبراليون في سياساتكم التربوية التي لا تهمها إلا الموازنة المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ومعادلاتها التي تعتبر أسرة التعليم أحد أطرافها الرئيسية. ما عرفه قطاع التعليم السيد رئيس الحكومة سبقنا أن أشرنا إليه دائما ونبهنا إليه، أن الطبقة المتوسطة في خطر. الطبقة المتوسطة في خطر، وما يعرفه اليوم قطاع التعليم، كل القطاعات الحكومية تتململ في غياب حوار جدي يؤدي إلى إنصافها. ولتعلم السيد رئيس الحكومة أن هذا الاحتقان بدأت معالم تظهر في العديد من القطاعات، وهو ما ننبهكم إلى الاستباقية في التعامل معه.